السلام عليكم، شوكم شباب، شو اخباركم؟ وياكم سيف من قناة استيوان. شباب رجعنا بحلقة جديدة ماينكرافتية. شباب اليوم اللي حلقة متخصصة بيكم، يعني بيكم انتو متخصصة بيكم انتو بالضبط. شباب سويت شيء لكم ما تتوقعوه ابدا ابدا ابدا. يا شباب السحر وياكم بعد الفاصل. اوكي شباب رجعنا، قلنا خلينا نطير بالالترا، ولبس الخوذه ماتي دائما، فهيك حسوي واطير اطير 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 واسوي هيك. اول شيء راح تشوفون هسه، راح اشوف المشروع. اوكي ترى فانكم شنو المشروع؟ غرفه المشتركين. شباب اسمكم بالاميرالد. ورع بوع شباب ستاكات اميرالد زنقناني. والان والله يعني واي انا احط اسمكم ان شاء الله من باكر اذا انزل حلقه، يعني ابلش. وبنيت هذا بيتي يعني ايرون موارد، لقيت هالقريه. اوكي شباب، مثل ما شفتوا سوينا غرفة المشتركين، وهذا بيتي. يعني بيتي يبوع بوع كان دعمنا. شباب ان شاء الله بالمستقبل هاي الالترا اطورها، يعني سيفت باكر عقبة كل شيء تتوقعون. هنا انا ابني مطار كبير، مطار هاي الالترا اسويها الطيارة هي، وتهبط الطائرة الآن ومعها 200 راكب. شباب حرق للشمس ما نقدر نغير شباب تقريبا اقتربنا من يوم الشمس. اوكي شباب وصلنا، ارجع لكم على الفاصل. اوكي شباب اني ورحلتي العالمية الاولى، لقيت قرية فيليجر بس تيهتها هذيك. يا شباب كذي ستعبط الطائرة 2.7 بالكهف. شباب شنو على وجهي؟ انزعها خذها ماني تشرب. يا بابا شباب هذا اسوي هيك عادي 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 عادي. اوكي خلي اللوت القرية. شباب اذا طلع ما بيها لوت وانا ملوتها هاي القرية ما ادري شلونها. شباب ملوتها اشارك ليش؟ جابك على هاي القرية ولوتتها يا سيف؟ جابك على القرية ولوتتها يا سيف. خليك وقف هذا صندوق. اوه اميرالد اميرالد اربع اميرالد وخشب وسنادين الاشجار، يعني هذا الصنبار هذا يمكن ما ملوته. عندك تشيست؟ ايه ما بي اي شيء. شباب انا يمكن بايك بس الاميرالد طالع. زين تيهت البيت هسه ليش؟ انا من نموت رسم لان هناك مسوي التليبورت صح. نمت بهالقرية ما رسمنا هنا. خلي ارتفع 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 لحد هنا كافي ونحاول سرفايفل. لا لا شخص طامتنا. رسمنا. اوكي شباب رسمنا بس راح الغراب. انا سرفايفل نسيت اللي حاول كريتيف والعالم اصلا كريتيف. اوكي شباب بس نعدل على البيت ترى نقتل وذر بوس بس حكت له بالسرفايفل. بس اول شيء اريد سيف دايموند، دروع دايموند، اهم شيء دروع الدايموند،
وده منك ده ليش؟ اوكي واكس دايموند ناخذ لين تطويرات هابو اخذ للبو تطويرات شباب افتهم بالتطويرات بتشيون اول شي دندورة على الشاركنس شاركنس اي شاركنس تو شاركنس بي شاركنس بي اول تطويرة لا الشاركنس بي مرت اللي خريتها لان على مود الاكس اعتقد هاي اي سندور على الانفينيتي انا انفينيتي حافظ مكانه يمكن انا بريكنج تلا من هذا الثري اريد ثلاث تطويرات يعني ثلاث مرات انفينيتي باور اهم شيء باور في اخر وهنا انا الانفينيتي اعتقد شباب يمكن يدخلوني اذا ادور على التطويرات فبعد الفاصل اوكي شباب ارجع لكم يعني قصدي رجعت من الفاصل ساعة قدامكم هذا كريتيف هذا سيرفايفر ها قلوبي ظهرا طعام طق الناجي ما ادري اشوف شنو اوكي 1 2 3 4 وين 1 2 لا 4 بس من هنا بس كسر هذا الشيء شلون شباب هذا نجي بس طبعا حسوي عالم بيسبول ما اقدر اختفي روح اموت اول شي كسر لك تيجي نقدر اشي حفلك بيدروك لازم ارجع على اوبسيديان شباب ارجع لكم بعد الفاصل على هاي الفشل اوكي شباب رجعنا الغرفة مال اوبسيديان بس حطينا بيدروك لا اتحدى الوذر بوس يكسره يعني لها الغرفة يكسره لا اتحدى تحدي مني هنا اذا كسره ما واحد اثنين نسيت اني حاط العالم بيسفور لا مو بس هذا يزين حطه هارد هني شبع كتل واحد يقدر اتفشلنا